السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في موضوع جديد، أول ما قبل كل شيء عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم بالمزيد بالأجر والثواب. في هذا الموضوع سأقوم يعني بتاني تقرير لي على يعني قناتي ومدونتي، وهذا التقرير سيكون لأفضل يعني شركات، وليست مواقع بل هي شركات ضخمة للربح من الإنترنت أو للعمل أو توفير منصب عمل أو دخل فردي على الانترنت، حيث تكون يعني مداخلها اكبر من المداخل في العالم الافتراضي. لن اطيل عليكم، سامر مباشره الى اول شركه، وهي شركه معروفه جدا، شركه جوجل وخاصيتها وفرعها جوجل ادسنس. للتعريف فقط للمبتدئين وداخلين حديثا في هذا المجال، جوجل ادسنس يعني هي كبيره على ان اتكلم عنها في دقيقه او دقيقتين، فقط سالخص. وهي يعني تعتبر جوجل أول شركة يعني رقمية لنشر المحتوى على يعني نشر الإعلانات عفوا على أصحاب المحتوى، مثلا من لديها قناة أو موقع أو مدونة تمكنه جوجل يعني من يعني تقوم جوجل بوضع إعلاناتها على مواقعه، ثم موقعه عفوا، ثم يعني سيأخذ رقاء ذلك على كل ضغط على كل مشاهدة، يعني على حسب يعني الإعلان سيأخذ يعني مبلغ من المال، وهي حقيقة فيها يعني مداخل كبيرة جدا، وخاصة لأصحاب المحتوى الحقيقيين والذين يملكون أكبر عدد من الزوار سواء على القناة أو المدونة. ستقول لي من أين هذه الإعلانات؟ الإعلانات هي يعني ستأخذها جوجل من يعني أصحاب شركات أو أصحاب استثمارات أو أي يعني أي شيء، يعني أي أحد يريد أن يعلن على يعني أن يعلن لمنتوجه أو أي شيء يريده، مثلا يعني يقوم يعني هذا صاحب الشركة بوضع إعلان في جوجل أدواد، ويقوم بالطبع ب يعني دفع مبلغ من المال أو فاتورة يعني لجوجل، ثم تقوم جوجل بدورها بنشر هذا الإعلان على أصحاب المحتوى. لكن سياسة جوجل هي أصعب سياسات يعني الشركات الربحية، بحيث لا تقبل أي تلاعب، تقبل يعني أي أفكار أو نشر بشكل غير رسمي، لأنها يعني تقوم بكشفك مباشرة. على سبيل المثال الضغطات العشوائية أو الضغطات الغير حقيقية، مثلا أنا لدي إعلان على مدونتي أقوم بالضغط على الإعلانات لكي أخذ المال لنفسي، ستكشفك جوجل مباشرة وستقوم بحظر يعني حسابك دون إمكانية استرجاع أو أي يعني حتى لو تريد أن ترسل رسالة تبرر فهي لا تقبل، هي يعني لا تقبل التلاعب أبدا. كما قلت لك يعني جوجل يعني تستطيع أن نقول عليها هي حلم الأخضر للجميع، بحيث توفر لك أكبر يعني دخل يمكنك أن تتخيله، بحيث يعني يوجد هناك أشخاص يعني يأخذون حوالي 1.5 مليون دولار في الشهر، عفوا في 3 أشهر أو في شهرين، يعني هذه مبالغ ضخمة جدا. كما قلت لكم يعني هي أفضل يعني شركات يعني دون يعني دون تبرير أكثر من ذلك. فقط كيف يعني ستقول لي أن أصبح يعني ناشر عن يعني لدى جوجل؟ يجب عليك أولا أن تكون صاحب محتوى يعني سواء على الويب أو على يعني اليوتيوب أو على أي يعني لا أعرف أي صفحة ويب أقصد. ثم يعني يجب أن يكون لديك يعني عدد معتبر من الزوار أو عدد معتبر من المتابعين لك سواء على اليوتيوب أو على موقعك الخاص، تمكنك يعني جوجل من تعطيك جوجل إعلانات يعني مباشرة، وتستقبلك إذا كان لديك يعني نسبة محددة في اليوم ستدخل عندك سواء يعني متابعين أو زوار فقط. وسأتطرق إن شاء الله إلى موضوع أديسنس في مواضيع قادمة إن شاء الله. ننتقل إلى الموقع يعني الثاني، موقع إطرو الذي يعني موقع فوركست مشهور خاصة عند العرب، ولقد قدمت قبل شروحات لدى هذا الموقع، وأنا لدي كما ترون حساب حقيقي موثق هنا، وأنا حاليا يعني أعمل على إطرو.
لكن هناك الكثير من الجدل، وهناك الكثير من الرسائل تصلني في تعليقات على يعني قناتي في اليوتيوب، تقول لي لماذا لم تشرح إطار، ولماذا لم تخبرنا بالحقائق السرية لدى إطار. حسنا، كما نعرف جميعا أن هناك يعني في عالم الفوركس متداولون، يعني لديهم خبرة كبيرة، وهناك يعني شركات تنافسية كبيرة، لكن هناك شائعات تقول بأن إطار لديه يعني مكتب داخلي يقوم بقلب الصفقات. مثلا لديك أنت صفقة، يعني يمكن أن تكون يعني إطار هي منافسك في نفس الوقت. مثلا تقوم عندما تقوم بوضع صفقة ستأخذها إطار لهذا المكتب، ثم تقوم بالدراسة إن كانت شركة ستأخذ يعني أرباح ستقوم بتمرير صفقتك، وإذا كانت يعني لا تأخذ أرباح ستقوم يعني بعمل يعني مواجهة عكسية لصفقتك، يعني يمكن أن تكون يعني هي منافسك في السوق. ولقد يعني يعني في أظن أزمة 2014 لما أظن أو 2013 كل شركات فوركس يعني لحقتها خسائر كبيرة إلى إطار، وهذا يعني ما أدى إلى شكوك حول هذه الشركة. لكن يعني سنأخذ بعين الاعتبار يعني فكرة لماذا أنا أقترح عليك إطار. أولا لسهولة يعني العمل بإطار، ثانيا لكسب الخبرة، ليس يعني ليس عليك بالضرورة أن تربح مباشرة، يجب عليك أولا أن تكسب الخبرة لتدخل يعني في عالم التداول المباشر، إنه عالم كبير جدا. أنا شخصيا تعلمت من إطار كيف قراءة المنحنيات، يعني ليست قراءة محترفة، لكن يعني تقريبا قراءة تمكنك يعني من تجنب الخسارة، يعني أن تفهم ماذا يحصل في السوق إلى غير ذلك. ثانيا يعني لماذا دائما أقترح إطار؟ لخاصية النسخ لديها، يعني يمكنك أن تنسخ المتداول كما يعني فعلت في فيديوهات سابقة، يعني قمت بشرح هذه الخاصية. ثالثا يعني إطار يعني تمكنك يعني كيف سأقول، ليس عليك يعني أن تضع أموال كبيرة، يمكنك أن تضع يعني ناسخ، أن تقوم يعني بفعل كوبي عليه، ثم يعني أقصد متداول تقوم بفعل كوبي عليه، ثم يعني تدخل يعني بنسبة قليلة جدا مع تحديد الأرباح. أنا دائما يعني أشجع على إطار لهذا السبب فقط، يعني ليس للدعاية أو شيء من هذا القبيل، فأنا متداول مثلكم، وكما يعني بطبيعة الحال لن يعني ألزمك بفكرتي إن كنت يعني ضد لها، فأي شركة لديها جانب أسود، أي شركة، لكن يمكن يعني من يقوم بتداول به يعني بنسب قليلة لن يخسر كثيرا، سيكون يعني الربح دائما يعني فكر فقط قليلا، لو تتداول يعني بأقل من $100 وأنت لديك في حسابك $1000 سيكون دائما لك يعني كسب. وهكذا مثلا أنت لديك $300، أقترح دائما أن تدخل بنسبة $20 $15. أصلا يعني أي يعني أفضل متداولي يعني العالم يعني دائما أقرأ يعني تعليقات ومنشورات يقول لك يجب أن لا تدخل بأكثر من 30%، يعني هذه حالة متداول ناجح. مثلا لديك $100 يعني ستدخل فقط $30 في تداول أسبوع أو في التداول يعني يوم، لكن في صفقة أنت متأكد منها. ولقد تعلمت يعني من إطار أيضا كيف يعني ألتقط أخبار، كيف هي ما يصل الأخبار إلى غير ذلك، وذلك بالموجز الأخبار الذي يوجد هنا كما يعني سبق وشرح سابقا. يوجد هنا يعني موجز أخباري يمكنك مثلا في سأختار من الأسواق، حسنا سأختار مثلا على سبيل المثال على عملة يعني على الدولار. انظر يعني يوجد هنا الكثير يعني موجزات الأخبار وأيضا مصادرها، ويمكنك أن تكون صداقات بالعكس من المنصات الأخرى أو المواقع الأخرى، فأنت ستكون وحيد دون يعني أن تعرف كيف أو ماذا ستفعل إلى غير ذلك. المهم فيما يعني هذا فيما يخص إطار، فهي تعتبر يعني شركة موثوقة
ولقد يعني قام يعني يعني قام اتصال الجزائر سابقا بحضرها، لكن اتصلت تمكنت من الاتصال مع الشركة عن طريق خاصية لايف في الفيسبوك وأخبرتهم، وتم إصلاح الموقع وهو جيد جدا لدى يعني جميع الدول العربية، ولهذا يعني فهي مقترحاتي اليوم. حاول ثالثا يعني سأقوم بموقع كليك بانك. كليك بانك ولسوء الحظ فهو يعني متوفر لجميع الدول العربية إلا الجزائر، لا أعرف لماذا. لا يعني منذ يعني أن يعني عرفته منذ 3 سنوات أو 4 سنوات يعني يعني إلا الجزائر المحظورة فيه. كل يعني المغرب الشقيق يعني هي ضمن سياسته، تونس، مصر إلى غير ذلك، إلا الجزائر لا أعرف لماذا. المهم هذا الموقع يعني يمكنك من عمل يعني ماركتينج، أو يمكنك من يعني الإعلان على منتجات ستأخذ أنت فائدتها مثل كما توجد هنا، يعني لا أعرف دواء إلى غير ذلك. يمكنك يعني من شيء يعني أخذ ذلك الإعلان وتقوم بترويجه وتقوم أنت بأخذ الفائدة. يعني كليك بانك عند الأشقاء في المغرب هو يعني مصدر دخل جيد جدا، وأصلا كل شروحات كليك بانك ستجدونها للأخوة في المغرب، لأن يعني لديهم يعني لديهم بشهادة اختصاص كبير في مجال الإعلانات. ويعني من يعني من مكاني هذا أقدم تحية إلى كل أشقائنا في المغرب. كما قلت لكم هذا موقع جميل جدا لمن لديه يعني لا أعرف مصادر أو أشخاص مستهدفين يعني يشترون عن طريق الإنترنت. يعني هذا الموقع سيكون هو يعني بما يوفره من مميزات عن طريق النشر عن طريق الإيميل أو الفيسبوك إلى غير ذلك، سيمكنك يعني من الربح يعني مبالغ جيدة جدا. حسنا يعني في موقع تقاسم الأرباح دائما ما أشجع ماي باينج أدز أو الإم بي آر. قبل أن أشرح يعني إم بي آر سأقوم يعني بوضع أو تقديم يعني نبدأ عن موقع جميل موقع جميلين جدا عفوا، موقع فايفر وموقع خمسات بالنسبة إلى العرب. موقع فايفر وهو يعني موقع تقديم خدمات مصغرة، مثلا يعني هذا الموقع يوفر لك يعني إن كنت يعني لا أعرف متخصص في التصميم أو متخصص في لا أعرف الترجمة أو الإعلانات إلى غير ذلك، يمكنك أن يمكنك هذا الموقع أن تضع خدمتك فيه يعني فيه. ثم يأتي مثلا المستهدفون مثلا يقول لك أنشر لي أو تصمم لي صورة ب$5. بالطبع أنت ستحدد أقصد ستحدد العملة عفوا الانقطاع إخواني. كما قلت لكم سابقا يعني هذا الموقع يمكنك يعني من وضع خدماتك وتحديد المبلغ الذي تريده لقاء أي خدمة تقدمها لأي يعني طالب هذه الخدمة، فهو موقع جميل جدا وأصدق يعني عفوا لهذا يعني فقط التعبير، وأصدق من موقع خمسات لأن موقع خمسات هي فكرة مأخوذة عن هذا الموقع في الأصل. بالنسبة لموقع خمسات يعني هو يعني موقع أيضا جيد جدا وهو موقع عربي، لقد استعملته أنا يعني أكثر من مرة والتعامل فيه سهل وجيد جدا. أنصح يعني باستخدامه، وأيضا أنصح يعني لكل يعني من لا يجيد يعني اللغة الإنجليزية إلى غير ذلك، فموقع خمسات هو جيد جدا. أما بخصوص يعني فايفر فهو الموقع الأول عالميا، إذا استعملته يعني سيمكنك من توفير يعني دخل جيد جدا، خاصة المصممين الفوتوشوب فهم مطلوبين جدا، ومصممين الويب أيضا أقصد مبرمجي الويب فهم مطلوبين جدا. يعني لمن يعني لديه يعني يعني خبرة أو لديه يعني إتقان في هذا المجال يعني خاصة التصميم، فما عليك يعني إلا عمل هنا. إنا إذ فقط يعني أخذت ثقة أول مستخدم أو أول شاري لخدمتك يعني ستكون يعني في أفضل حال. وسأقوم يعني بتقديم شرح لهذا الموقع إن يعني إن رأيت له عليه طلب سأقوم بوضع شرح. في الأخير مواقع تقاسم الأرباح فقط سأقوم بالتكلم على إم بي آر، تكلمت عليه كثيرا لكن أشجع عليه. لماذا أشجع عليه؟ لأن في متناول الجميع، لا أقصد لا يعني يطلب منك يعني خبرة أو موهبة أو لا أعرف أو محتوى يكون لك، لا فهو مقام يعني
موقع لتقاسم أرباح، تستثمر يعني مال زهيد جدا، وإن شاء الله يعني يكون لديك ربح جيد جدا خلال يعني أشهر الأولى، 3 أشهر الأولى سيكون لديك ربح جيد جدا. لكن مواقع تقاسم أرباح يعني فيها مشكل كبير جدا جدا جدا. مواقع تقاسم أرباح ليست كالمواقع التي شرحتها سابقا، ليست كجوجل، ليست. لماذا؟ لأنها ليست أولا لديها مكاتب، إن كان يعني لديها مكتب سيكون عفوا سيكون يعني مكتب صغير وسيكبر، أو سيكون يعني سيكون مكتب ثم يختفي. وإذا كان يعني هناك يعني مكتب يعني منشأه في قبرص، سيكون هناك يعني سيكون هذا الموقع يعني سكام، أو سيكون على أغلبه سكام، لأن قبرص تعطي تصاريح بناء شركات يعني وهمية، والتي يعني بطبيعة الحال ستنصب على جميع مستخدمي مواقعها. لكن موقع أمبيان لماذا وضعته هو فقط؟ لم أتكلم على ترافيك مونسون، لم أتكلم على أشكيلو ولا فشار، تكلمت على أم بي آي لأنه يعني كسب يعني ثقة يعني الكثير من الأعضاء وأولهم أنا. لماذا؟ لقد أرجع أموال يعني عندما حصلت له مشكلة مع الباي بال، بدأ يطور يعني استراتيجيات الربح، بدأ يعني يكون نفسه كشركة، هو يعني يهدف إلى أن يكون كشركة في يعني ترتيبه على أليكسا، بدأ يعني يصبح من المواقع الأوائل في العالم. يعني موقع جيد جدا، زائد سهولة في الاستعمال، وأيضا المرونة الكبيرة، والأكثر ثقة من ذلك أن يعني مدير الموقع أو أصحاب الموقع دائما على اتصال على الجروب في الفيسبوك، على مجموعتهم في الفيسبوك، وهي مجموعة مغلقة لا يدخلها إلا يعني أعضاء الـ NPR. فقط فيما يخص هذا التقرير، أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم في هذا الموضوع. فقط هذا يعني كل نهاية سنة أقوم بجمع أفضل المواقع، وإن شاء الله يكون الفيديو قد نال إعجابكم. أرجو منكم أن تشاركونا بتعليقاتكم، فهي تهمني جدا جدا جدا. وأيضا لمن شاهد الفيديو لأول مرة، أرجو أن ينضم إلى عائلتنا على TMT العربي، وأيضا لا تنسوا يعني الانضمام إلينا على صفحة الفيسبوك، وأن يعني تشاركونا في مدونتنا TMT. ستجدون يعني الكثير من التفاصيل أو المواضيع سواء التقنية أو يعني أخبار الإنترنت إلى غير ذلك. وإن شاء الله سيكون هناك فقرات جديدة على القناة والمدونة لكي تلبي جميع مطالب الزوار. في الأخير ما علي أن أقول لكم شكرا على حسن الاستماع، وإلى اللقاء في موضوع آخر إن شاء الله.